في حالة من البهجة والاحتفال على شواطئ راس البر في الصيف مع انطلاق فعاليات مهرجان ومبادرة بتحمل شعار الرسم على الأسفلت. المميز في المبادرة دي أنه بيتم تنفيذها بمشاركة أطفال وشباب من ذوي القدرات الخاصة في راس البر، وكمان مشاركة الأطفال الزائرين وكمان المصيفين. طبعا كل هذه الفعاليات بيتم تنظيمها من خلال مكتبة مصر العامة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وكان في تفاعل كبير قوي الحقيقة من الأطفال الموهوبين اللي شاركوا في المبادرة دي. الرسم على الأسفلت شعار مبادرة انطلقت بمشاركة عدد كبير من الأطفال الموهوبين في الرسم وذوي الهمم في دمياط، وتحديداً بمنطقة اللسان. تستهدف المبادرة تشجيع المواهب بالإضافة لخدمة المصطفين ورواد راس البر. المبادرة نظمتها مكتبة مصر العامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وسط إقبال كبير من الأطفال الموهوبين ومشاركة متميزة من الأطفال ذوي الهمم مع استمتاعهم بالفعالية والرسم على الأسفلت. كما تم اشتراك الأطفال الزائرين والمصطفين براس البر الذين تفاعلوا مع المهرجان بشكل مباشر، واشتملت المبادرة على تواجد المكتبة المتنقلة المزودة بمجموعة متنوعة من الكتب للاستعارة الداخلية والأنشطة الترفيهية، ليكون المهرجان شاملاً للأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية. وفي النهاية تم أخذ صورة تذكارية مع الرسومات التي حولت الأسفلت إلى لوحة فنية تماشياً مع منظر النيل والتقائه بالبحر المتوسط بمنطقة اللسان، والتي تعتبر من أهم المعالم السياحية الشهيرة في رأس البر.